السلام عليكم، كيف الحال؟ ان شاء الله طيبين. لايكات وشير وسبسكرايب لو انتم جديد معنا في القناة، واهم من ده كله ان شاء الله بعد ما تشوفي الفيديو تكتب لنا كومنت حلو. زي ما انتم شايفين المخابز قافله والسوبر ماركت اغلبيته بعيد. الخبز لازم نعمل خبز، فان شاء الله ما فيش اي مشاكل، هنعمل الخبز في البيت ودي انتوا شايفينه احلى من الجاهز، وما شاء الله ريحة الخبز كفاية بس كده بتدي دفى. وخبز برجر بيشهي بمقادير بسيطة وطريقة سهلة والنتيجة مضمونة. ودي انتوا شايفين الخبز قبل ما نبدأ مع بعض الوصفة، شايفين قد ايه هش جدا، قطني، تسويته ما شاء الله ممتازة. هنقول كل عوامل النجاح وازاي الخبز يطلع معاك كويس وهش وخفيف بإذن الله تعالى. اهو شايفين ما شاء الله تحفة اللون. وخلونا برضو كمان نفتح واحدة عشان نشوف شكله من داخل قد ايه سفنجي وقطني، وهيبقى لذيذ جدا في سندوتشات البرجر للاولاد. اهو شايفين هش وخفيف وسفنج جدا وتحفة بإذن الله تعالى. ما تبخلوش عليا بقى باللايك والشير والسبسكرايب والكومنت حلو ان شاء الله، وان شاء الله هنبدأ مع بعض دلوقتي بالمقادير وطريقة التحضير. هنبدأ مع بعض أصحابي. المرحلة دي مهمة عشان نتأكد أن الخميرة شغالة. هنحط ربع كوب طحين، ده طحين جميع الاستخدامات، ومعايا ربع كوب مية، وهنضيف عليها معلقة كبيرة خميرة، خميرة الخبز اللي هي الخميرة الفورية، ومعلقة سكر كبيرة، وهنقلب كل المكونات ونسيبها بس 10 دقايق عشان نتأكد ان الخميرة صالحة. وكمان المرحلة دي بتساعد ان يديني خبز هش وخفيف بإذن الله تعالى. اهم حاجة تتبعوا المقادير والخطوات. اهم حاجة في الخبز نتأكد ان الخميرة اول شغالة، اتنين مرحلة انك تعجني العجينة كويس، والتخمير ده هي اهم عوامل نجاح الخبز بإذن الله. شايفين الفقاعات بدأت تطلع، يعني الخميرة بتاعتي شغالة. اخدت بيضة، هضيف البياض على العجينة، والصفار هنحتفظ بيه لدهن وجه الخبز ان شاء الله. هضيف ربع كوب زيت فقط، وهنقلب كل المكونات. وهنجهز مع بعض اربع، وهضيف طبعا كوب حليب يكون دافي، وهنقلب. طبعا اللي ما عندوش حليب سائل تقدري تحطي معلقتين حليب بودر وتعجني بمية، ما فيش مشكلة. وحطيت اربع اكواب معيارية اللي هو ما يعادل نص كيلو طحين. هنبدأ نشغل العجان حتى تندمج العجينة. طبعا كوباية الحليب مش هتكفي للعجن، فهنحتاج تقريبا حوالي من نص كوب لكوب الا ربع مية عشان نكمل العجن. واهم حاجة في عجينة الخبز، حتى لو انت هتعجني بايدك مفيش اي مشكلة، بس عجينة الخبز لازم تكون بتلزق شوية. لو عملتي العجينة جافة او متماسكة قوي ده بيديكي خبز بعدين مكتوم وتقيل، ما بديش خبز خفيف. هنا اضفت حوالي نص كوب مية وهخليها تتعجن 5 دقايق، ولو انت على الرخامة بباطن الايد هتعجنيها حوالي من 7 ل8 دقايق هتاخد عليه. هنا العجينة جمعت معايا اهو واتعجنت ولمت، شايفين من الاناء. الحين هبدأ اضيف معلقتين كبار زبدة، وده بيديكي خبز ناعم وخفيف جدا وهش جدا مثل القطن ان شاء الله. اهم حاجة بس الاول تكون العجينة اتعجنت ولمت من الاناء كامل.
هنا بقى هبدأ أضيف معلقتين الزبدة، أنا قطعتهم قطع صغيرة. وبرضو لو انتي بتعجني بإيدك هتبدأي بعد ما لمت العجينة ونعمت هتبدأي تدخلي فيها معلقتين الكبار الزبدة حتى تندمج مع العجينة كاملة مثل ما انتوا شايفين اهو. هنخليها حتى الزبدة تندمج مع العجينة كاملة، اهي خلاص قربت تندمج. هرفع سرعة العجان عشان تدخل بسرعة ونشوف النتيجة مع بعض. هنا اصحابي خلاص اهي العجينة لمت من العجان وبقت ملساء، وشايفين العجينة بتلزق، هو ده المطلوب، ده سر العجينة انها تكون طرية وبتلزق. في اناء بقى او في اناء العجان زي ما تحبي، مسحة زيت خفيفة وهنحط العجينة من اناء العجان. انا بس حطيتها في اناء زجاجي عشان ان شاء الله لما تختمر تشوفوا مدى الاختمار بتاع العجينة وقد ايه ما شاء الله بتبقى هشة. اهو هنحطها في الاناء ولها نغطيها ببلاستيك راب او عندك كيس بلاستيكي حطي بيها غلفها، ونسيبها حتى يتخمر ويتضاعف الحجم. طبعا كل واحد حسب الجو اللي موجود عندك، انا عندي هنا الجو بدأ بقى حار، فخلاص يعني ما هتاخدش ربع ساعة لتلت ساعة وهتلاقيها اختمرت وارتفعت اهو مثل ما انتوا شايفين. يعني ممكن بعد 20 دقيقة اختمرت، وشايفين الارتفاع ما شاء الله عبت الاناء كامل، وشايفين الفراغات، ده بيدل على ان الخميرة اتعجنت صح اتخمرت صح اهو شايفين ما شاء الله تحفة. هنبدأ ننزل الهواء اللي في العجينة مثل ما انتوا شايفين، العجينة مثل القطن هشة وخفيفة جدا ما شاء الله. العجينة دي تقدروا تستخدموها في كافة المعجنات، يعني تحفة بمعنى كلمة تحفة اهي. نزلنا كل الهواء، هنبدأ نقطع كرات حسب الحجم بقى، تحبيه ميني تحبيه متوسط تحبيه جامبو كبير حسب ما تحب، احنا هنعمله متوسط. يعني هنبدأ نسوي كرات، شايفين العجينة ما بتحتاجش بقى لا ترش عليها دقيق ولا زيت ولا اي حاجة، مجرد ما بنلمها بندخل الاطراف على داخل ونعملها كورة ما بين راحة اليد في منتهى الجمال. هسويهم كلهم كرات ونرجع نشوف الخطوة التانية مع بعض ازاي هنشكلهم. هنا اصحابي بعد ما شكلتهم العجينة هشة جدا وخفيفة ما شاء الله تحفة. خلينا نبدأ في التشكيل. هناخد الكورة على كاتنج بورد او على طبق او اللي متوفر عندك، وهلم الاطراف على داخل، افردها زي دايرة ولم الاطراف على داخل اهو، وهمسك العجينة ما بين راحة اليد من داخل والاصابع من بره، وبنلفها زي كورة وبنحطها في صاج. هنا بعد ما شكلتهم تماما لازم اغطيهم واسيبهم يتخمروا حتى يتضاعف الحجم. هنا بقى بعد ما اتخمروا وتضاعف الحجم، معانا صفار البيضة اضفت عليها نقطتين خل ونقطتين زيت، وهندهن بيها الوجه بتاع الخبز، وهنرش عليها سمسم او حبة البركة او ملح خشن حسب المتوفر عندك، او ما تريدي تحطي اي حاجة خالص عادي. وبرضو في حد ما يحبش ريحة البيض، لكن احنا لما بنحط عليه قطرات الخل والزيت بيروح الزفارة، ممكن تستغني خالص عن دهن بصفار البيض. حطينا كله اهو وبقى معانا جاهز. الفرن لازم يكون مسبق التسخين قبلها بربع ساعة. الخبز محتاج نار عالية، يعني لو انت، انا عندي شغال من فوق ومن تحت وفي مروحة، بشغل اعلى حاجة عندي 250 والمروحة، وبحطه في الرف اللي في الوسط ما بياخدش 10 دقايق. لو انت بيشتغل عندك من تحت هتشغلي من تحت حتى يحمر وبعدين تشغلي له الشواية من فوق اهو
زي ما انتوا شايفين الخبز اتخبز ما بياخدش 10 دقايق. لازم اول ما يطلع نغطيه بمنشفة قطنية عشان تحبس لي البخار وتطري معاك الخبزة. هنا بس 5 دقايق اهو، بعد 5 دقايق شايفين هنرفع مع بعض المنشفة او الفوطة القطنية. طبعا دي مناشف خاصة بالمطبخ ما بتستخدمش في حاجة تانية، وهوريكم بعدين كيف انا بغسلها وعقمها ان شاء الله. شايفين قد تسويته ممتازة، شايفين يعني بنحط ايدينا عليها بترد مرة تانية، بدليل ان الخبز اهم حاجة في الخبز. تاني حاجة بعد ما نشكلها لازم نترك الخبز مرة تانية عشان يتخمر ويتضاعف حجمه. اهم حاجة التخمير مرتين في الخبز والعجن الصح. واهم حاجة قلنا وانتي بتعجني لازم تبقى العجينة بتلزق. وهنا اهو فتحت لكم واحد عشان تشوفوا قد ايه الخبز من داخل خفيف وهش واسفنجي، يعني في منتهى الجمال، يعني تحفة بمعنى كلمة تحفة يعني، ومغذي. طبعا في ناس مش عايزة تحطي زبدة، تقدري تستغني عن الزبدة وتكتفي بالزيت. مش عايزة تحطي بيض في العجينة برضو هتطلع معاكي ممتازة، بس احنا عشان بنعمل حاجة في البيت وعشان تكون نرفع القيمة الغذائية للأطفال والأولاد في البيت، بنحط هذه كلها محسنات للعجينة، الحليب والبيض والزبدة، ده كله نوع من أنواع محسنات العجينة. تقدري تعمليها بمية وطحين، وأنا عملتها قبل كده في الخبز الاقتصادي بالمية والطحين فقط وكانت تحفة برضو. فإحنا بننوع في الوصفات وكل واحد بقى يختار الوصفة اللي تناسبه. إن شاء الله يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم. لايكات وشير وسبسكرايب وكومنت حلو، واشوفكم فيديوهات جاية كتير.